بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مع درس جديد في مكون الصرف التحويل. قبل أن نحدد عنوان الدرس الجديد، نذكر بطريقة صياغة اسم الفاعل واسم المفعول. فاسم الفاعل من الفعل الثلاثي يصاغ على وزن فاعل. لدينا مجموعة من الأمثلة، نكتفي بالمثال الأول: كتب كاتب. وصياغة اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي يصاغ على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره. المثال: فعل استخرج في الماضي مضارعه يستخرج، واسم الفاعل منه هو مستخرج. أبدلنا الياء ميما مضمومة وكسرنا ما قبل الآخر، يعني حرف الراء. فيما يخص اسم المفعول، يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن مفعول. مثال: كتب مكتوب. وصياغة اسم المفعول من الفعل غير الثلاثي يصاغ على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل آخره. مثال: اشترك، المضارع يشترك، واسم المفعول مشترك. الآن أدعوكم إلى ملاحظة الأمثلة التالية: بيت إدريس في منأى عن القرية. جعل إدريس للبيت مدخلا، اتخذ البيت مأوى في مصيفه ومشتاه. نلاحظ الكلمات التي وضعنا تحتها سطرا في هذه الأمثلة. الجملة الأولى: منأى، على ماذا تدل هذه الكلمة؟ أو ما طبيعتها؟ هل هي اسم فعل أم حرف؟ إنها اسم. منأى تدل عن المكان. كذلك كلمة مدخل في الجملة الثانية تدل على المكان. ونلاحظ المصيف، مصيفه، مصيف تدل عن الزمان. إذن هذه الكلمات هناك منها ما يدل على الزمان ومنها ما يدل عن المكان. إذن عنوان درسنا اليوم هو اسم الزمان والمكان. اسم الزمان أو المكان هو صيغة تدل على مكان وقوع الفعل الذي اشتقت منه أو زمان وقوعه. إذن الآن بعدما تعرفنا عنوان الدرس اسم الزمان والمكان، لدينا في هذا الجدول مجموعة من الأمثلة التوضيحية التي من خلالها سنتوصل إلى كيفية صياغة اسم الزمان أو اسم المكان من الأفعال. نلاحظ المجموعة الأولى من الأفعال: ألف، دخل وطلع. فهذه الأفعال، ثم كذلك نلاحظ المجموعة الثانية فيها غرس وشرق، كلها أفعال ثلاثية صحيحة. نعود للمجموعة الأولى: دخل مضارعه يدخل، وصياغة اسم المكان منه هو مدخل، مدخل على وزن مفعل. ثم لدينا فعل طلع ومضارعه يطلع، اسم الزمان منه مطلع واسم المكان منه مطلع وهو على وزن مفعل. المجموعة الثانية هي فعل غرس، مضارعه يغرس، اسم الزمان مغرس واسم المكان مغرس وهو على وزن مفعل. شرق يشرق، مضارع الفعل شرق هو يشرق، ثم اسم الزمان هو مشرق واسم المكان مشرق ووزنه مفعل. الآن نلاحظ المجموعة جيم تضم الفعلين وعد ونأى. ما طبيعة هذه الأفعال؟ وعد فعل ناقص، ونأى، عفوا، وعد فعل مثال لأن أول حروفه حرف علة، ونأى حرف فعل ناقص لأن آخره
حرف علة. إذن وعد مضارعه يعد، واسم الزمان منه موعد، وهو على وزن مفعيل. نأى مضارعه ينأى، اسم الزمان منه غير موجود، واسم المكان منه هو منأى على وزن مفعل. نلاحظ هنا الفعل المثال يصاغ منه، الفعل الثلاثي المثال يصاغ منه اسم الزمان أو المكان على وزن مفعل، والفعل الناقص الثلاثي يصاغ منه على وزن مفعل. نلاحظ المجموعة الأخيرة، فعل التقى واستقر، كم عدد حروف هذه الأفعال؟ هل هي أفعال ثلاثية؟ لا، إنها أفعال غير ثلاثية. مضارع التقى هو يلتقي، اسم الزمان ملتقى، واسم المكان ملتقى على وزن مفتعل. استقر يستقر، واسم الزمان منه الموجود، واسم المكان مستقر على وزن مفتعل. إذن نلاحظ أن طريقة صياغة اسم الزمان واسم المكان هنا هي على طريقة صياغة اسم المفعول. إذن الآن لدينا القاعدة أو ما استخلصناه من خلال الجدول سابقا، يصاغ اسم الزمان والمكان للدلالة على زمان ومكان وقوع الفعل. يصاغ اسم الزمان والمكان من الفعل الثلاثي الصحيح على وزن مفعل إذا كان مضارعه على وزن يفعل أو يفعل، وإذا كان الفعل ناقصا مثل نأى، نأى منأى. ويصاغ الفعل أو يصاغ من الفعل الثلاثي الصحيح يعني اسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل إذا كان مضارعه على وزن يفعل، وإذا كان الفعل مثالا مثل وعد موعد مفعل. ويصاغ من الفعل غير الثلاثي حسب طريقة صياغة اسم المفعول من غير الثلاثي، المثال استقر يستقر مستقر. أبدلنا حرف المضارعة ميم مضمومة وفتحنا ما قبل آخره. الآن سنمر إلى تمرين تطبيقي لنرى ما مدى استيعابنا لهذا الدرس. كان التمرين هو موجود أمامنا، لدينا مجموعة من الأفعال في صيغة الماضي، كتب وسام لعب انتهى ونضج، سنحولها إلى المضارع ثم نصوغ اسم الزمان أو اسم المكان ثم نعطي وزن كل واحد منها. إذن كتب، ما هو مضارعه؟ هو يكتب. واسم الزمان منه غير موجود، اسم المكان هو مكتب، مكتب على وزن مفعل. الآن لدينا فعل وسام، ما نوع هذا الفعل؟ إنه فعل مثال لأن أوله حرف علة، مضارعه يا ياسم، واسم الزمان منه هو ماذا؟ موسم. ووزنه هو مفعل. بالنسبة لفعل لعب، مضارعه يلعب، على وزن يفعل، واسم المكان منه هو ملعب. ووزنه على وزن مفعل.
الآن لدينا فعل انتهى، هل هو فعل ثلاثي؟ لا، ليس بفعل ثلاثي، مضارعه ينتهي. واسم المكان منه هو منتهى. على وزن مفتعل. ونضج ينضج مضارعه. واسم الزمان منه هو منضج، وهو على وزن مفعل. شكرا على تتبعكم.